عمل. كما قلنا نوصل معكم اليوم الختام، هل عدد من أطفال على الهواء؟ وقبل الختام حذرنا لكم فقرة تنشيطية، نرجع لمجموعة بشبوش. عسلامة عمي بشبوش، شنو أحوالك؟ عسلامة مدام، جبت معي شو؟ الحمد لله لاباس. توحشتك برشا. حتى احنا توحشناك برشا، والصغيرات الكل يسألوا فيا تشوين وتشوين وتشوين، وهكا كبرت شوية على العيد. عملت شعيرات، عملت جو. عمل جو وشعرك طويل شوية حسيته زادة، مش هكا؟ طولت علينا المرة هذه. عندي شوخة نجم نجي نعمل جو معاكم. جيتنا من المهدية، شنو أحوال المهدية لاباس؟ جو تحفون برشا، أمطار غزيرة جدا. أمطار غزيرة، إن شاء الله يا ربي تكون نافعة ونشوفوكم ديما متألقين وناجحين مجموعة بشبوش. حضرتونا شنو كي أمس برك حضرناه خصيصا للحصة، جاكم عمي بشبوش كلمات وألحان عادل الصفاقسي. كذلك حبيت نقول للصغيرات الكل كاع عمي بشبوش دائما موجود، وان شاء الله نهار 15 افريل في الكوليزي يجوا بحدنا ان شاء الله على الساعه 10 صباح، وانت معنا. حاضر أطفال على الهواء، وتكون تغطي على الوطنيه 2 يا ربي. ديما تحيه الطفوله على الوطنيه 2 وتحيه الطفوله في تونس. نشوفوا مع بعضنا العرض، نتقابلوا احنا موعدنا معكم. كما تشوفوا برشا حس وبرشا جو، هذا هو جو الصغار، وهذا اللي نحبوه في الاستوديو ونحبوه زاده في دياركم انتوما. وقعد معنا، نتقابلوا ان شاء الله يا ربي في نفس التوقيت وديما على نفس القناة نهار الأحد الجاي إن شاء الله يا ربي. باي باي. We'll be right back.